في اطار متابعه تجارب انسكت اوف. احنا واقفين مع المهندس محمود في مزرعه الزيني، وكنا رشينا هنا رشتين. المهندس محمود هيكلمنا عن واقع التجربتين بقى. اتفضل يا رئيس. احنا دي صوب الخيار موجودة عندنا، وتاريخ زراعتها كان 9/4، كان في انتشار عالي بالنسبة للأكاروس، وبرضه كان موجود في ريبس بنسبة عالية. رشينا الانسكت اوف أول مرة وادى أداء معقول بنسبة تقريبا 30%، أدى ده كان أداؤه بالنسبة لأول مرة. بعد كده اتكرر الرش تاني، وده تقريبا كان من حوالي 10-12 يوم من دلوقتي، وبرضه كان ليه أداء أحسن من المرة الأولى بكتير، والحمد لله في تحسن، والحشرات قلت بكمية كبيرة جدا 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 يعني. بعد الرش اللهم صل على النبي. الزرع غير خالص بعد ال، لو تقرب كده، لو تقرب كده هندسه الورقه هي معلش ولا فرد، واحنا في فيديو قبل كده فحصناها بالعدسه وتاكدنا ان مفيش عليها بيض. لو تقرب هنا هندسه في فرد مفترس اهوت، فبرضه دي قراءه ان المركب بتاعنا ما اثرش على المفترس. في فرد مفترس هنا اهوت جاي، ولا نجيب العدسه؟ مش جاي ماشي، هنجيبه بالعدسه. لكن اجمالا ده الشغل. بالنسبه للمنتج يعني منتج حلو مركب، يعني جاب نسبه عاليه برضه في العنكبوت. طيب احنا رحنا بصينا على الناحيه الثانيه لقينا تقريبا نفس النتائج. تمام. الحمد لله برضه النتائج هناك عاليه وكده. لكن حضرتك رشيت هناك، رشيت ايه يعني؟ رشيت مبيد واحد ولا كذا مبيد؟ لا، حطيت كذا مبيد مع بعض. حضرتك حاطط لك على اربع مواد رش اللي هناك، اربع مواد. طيب وكنا نوصل للنتيجه ديت تبقى دي جنب دي حاجه كويسه جدا.